80 درهم. شتي 10 المليار بحال هكاك؟ 3 المليون 4 المليون نحقق احلام ديالي. 3 المليون ديال الدرهم. الاحلام ديالي خاصني مليار. شي 2000 درهم في النهار. نقول 20 مليون في الشهر. حتى شي باغي نقرا في ليترونجي؟ قول ديك 5 المليون بحال هكاك 6 كافي يعني. ما مازال ما عنديش شي حلم خاص. المهم الفلوس. انا كيف الترامواي دائما ما بقاش نمشي في الطوبيس العيون. غادي نفتح بها شركه خاصه ديالي اللي كتعتمد على برمجه دي سوليسيون انفورماتيك بوغ دي سوسيتي كبار. نشري بها طوموبيل ونبقى نخطف بها البلايص ونبقى نمشي نخلص كراسي ونشري لي كوش للولد ديالي ونعش في الحياه. باش نحقق احلامي خصني غير فيزا نمشي بحال من هنايا من المغرب نمشي لفرنسا بارك عليه. ديك الساعه تما نمشي ديك الساعه نفكر في الاحلام اللي عندي. ما خاصنيش شي حاجه كبيره ولا شي حاجه. حتى باغي ندير لي لونغ على حسب انا علاش كندوي. على كان شي واحد اخر بغيت نبدا ان بروجي او كوميرس. وباش نبدا خصني بوغ سلا اكسيتيرا خصني بوغ ليبرجمون ديال لو سيت خصني 10000 درهم اون تو. نكون قاضي مع ندير ماستر دروا وباغي هذا هو الحلم ديالي. امين. كنفكر ندير ان بروجي ديال ريستورون نقدم زعما مثالي لي زيتيود اكسيتيرا. دونك جوغي بوزوان دو 20000. شي واحد فيلا حدا عندي ان شاء الله. شي اودي وشي بي ام وكل شهر ان شاء الله شي فاكونس مره في كندا مره في باريس مره في المانيا. المهم نعيش الحياه ونتزوج باربعه. والله اقسم بالله حتى باغي نتزوج باربعه. وحده جوج مغربيات ما تكذبش عليك وحده شماليه وحده شوسيه ما تكذبش عليك وشي وحده فلسطينيه وحده سوريه. نعيش الحياه. الحب زوين اصلا. الحب ما في حب ما في حياه. كتبش هو الحب خصو يتعاش مع الناس اللي كيعرفوا يعيشوا. علاش قلت لك جوج مغربيات؟ لانه تبارك المهم سوريا وفلسطينيه وجوج مغربيات وفي الفيلا في عين دياب وعيش الحياه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.